أحدثنا كيف نعبر عن أنفسنا للأسبوع الرابع. الفكرة المركزية: يمكن للفنون أن تعبر عن الأفكار والخبرات الثرية، ويمكنها أن تغير المفاهيم. خطوة البحث: كيفية التعبير من خلال الرسائل الفنية. مفهوم الارتباط: كيف يحدث الفن تغييرا في الأفكار والمشاعر. مفهوم التغير: كيف يقودنا الفن إلى تفسيرات مختلفة. مفهوم المنظور. سنبدأ بالرواية نوكية الأيام للكاتبة إيمان نصر الله، حيث سيوقف المتعلمون مهاراتهم البحثية للتعرف على هوية الكاتبة وأهم مؤلفاتها، ثم يستخدم استراتيجية المقارنة ليقارنوا بين الرواية والقصة، وما هي سمات هذه الرواية ولماذا سميت بهذا الاسم. سنبدأ بقصة الجبار، والتي تتحدث عن أثر طبيعة لبنان على العم جبران الذي سافر على سفينة التايتانيك الذي قام بإنقاذ النساء والأطفال من الغرق، لكنه لم ينجو بحياته فقد تجمد ومات نظرا لبرودة الطقس. سنبدأ بالتحليل الأدبي للرواية. يبدأ المتعلم بكتابة عناصر القصة وتحليل السرد وذكر الأساليب الإنشائية من خلال جمل الاستفهام، جمل التعجب، جمل النداء، وتوضيح التشبيهات، وصف الشخصيات من حيث الملامح والشخصية، وننهي باستخدام مفهوم الارتباط بين القصة ومحور الوحدة. كيف ننظم أنفسنا مظهرين سمة المفكرين وذو مبدأ. سنتعرف على الأديب والكاتب الصحفي السوري زكريا كامل من حيث سيرته الذاتية وأهم مؤلفاته وأهم قصصه القصيرة، فهو يعد أحد أبرز كتاب القصة في العالم العربي. مهارة الاستماع: سيهدف المتعلمون مهاراتهم التواصلية للاستماع من خلال الاستماع إلى مذكرة بعنوان شاب قبيح. وهو شاب قبيح كان يشعر بضيق شديد كلما رأى وجهه في المرآة. ذات يوم عرض عليه مخرج مسرحي أن يمثل دورا رئيسا في مسرحية هزلية، فقبل، وها هو لا يروي تجربته مظهرا سمة المهتم والمفكر، ثم يقوم بحل ورقة العمل المرتبطة بالنص. المهارات الإملائية: همزتي الوصل والقطع نتيجة للتقييم النهائي، فقد وجد أن بعض المتعلمين لا زالوا يعانون من مشكلة التمييز بين همزتي الوصل والقطع، فستقوم بإعطاء تدريبات إضافية. تأملات: سيقوم المتعلمون بإبداء آرائهم من خلال كتابة مجموعة من التأملات لزيادة المهارة الكتابية لديهم. أما بالنسبة إلى التعبير المنشأ، سيكون مذكرات وسيرة ذاتية. الإملاء ستكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع. سيقوم المتعلمون بكتابة تمايزية. الكتابة للمتقدم ستكون مذكرات بعنوان ذكريات الماضي الجميل وتلخيص مذكرة شاب قبيح حسب معايير التلخيص الصحيحة. أما بالنسبة إلى المهمة الثانية، فستكون كتابة مذكرة من إنشاء المتعلم. دمتم بحفظ الله ورعايته.